قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و 28.25% على الترتيب. كانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و 28.25% و 27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بعثة البنك الدولي برئاسة رابح كركي مدير الممارسات الزراعية والغذائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ناقش الطرفان خلال اللقاء مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ ويقترح البنك تمويله، كما تم بحث تفاصيل المشروع وكيفية تنفيذه مع التركيز على دعم صغار المزارعين وتحقيق أقصى استفادة من موارد الأرض والمياه. يهدف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ كرافت إلى اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخياً من قبل مزارعين. المشروع أحد مشروعات برنامج نوفي، يوفر خدمة الري المحسنة ويشجع اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخياً، فضلاً عن زيادة الوصول إلى التمويل والدعم الفني للتجميع والوصول إلى الأسواق. تم تقسيم المشروع في محافظات الدلتا ليخدم مكون الري الحديث في مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة، إضافة إلى مكون إنشاء نظام إنذار مبكر ليخدم كافة أنحاء الجمهورية. وينقسم المشروع إلى مكونين رئيسيين، هما إنشاء نظام زراعي غذائي ذكي مناخياً بمنطقة الدلتا والإدارة المستدامة للمخاطر الزراعية من أجل التحول القادر على الصمود. وترتكز أهمية الاعتماد على أنظمة الري الحديثة من خلال ما يحققه من زيادة في إنتاجية المحاصيل وتحسين نوعيتها ورفع إمكانات التصدير وكفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض. وفي إطار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، تم التوافق مع البنك الدولي على تنفيذ المشروع في محافظات المنوفية والشرقية والغربية، مع التركيز على تحقيق مستهدفات مثل تطوير نظم الري واستخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي. ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع نحو 30 مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا، وأن يحقق نتائج تتضمن تحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها للتغيرات المناخية. كما سيتمتع حوالي 130 ألف شخص في المناطق الريفية بسبل عيش أكثر مرونة. يأتي المشروع في إطار مفهوم التنمية الريفية الشاملة والمستدامة لتحسين كفاءة استغلال الأراضي الزراعية وتعزيز جهود الدولة في مجال مكافحة التغيرات المناخية. التقى وزير البترول كريم بدوي سفير فرنسا بالقاهرة وتناول اللقاء مجالات التعاون المشترك في قطاع البترول والغاز وموقف التعاون القائم مع الشركات الفرنسية مثل توتال وإنرجيز وأكسنس والتعاون والتفاهم القائم بين الجانبين حول أهمية دعم جهود استغلال الثروات الطبيعية بمنطقة شرق المتوسط بما يضمن حقوق الجميع في التنمية والاستفادة من ثرواتهم. كما تناول اللقاء التطورات التي تجريها مصر للاستفادة من الثروات التعدينية والفرص الناتجة عن هذا التطوير في هذا القطاع الواعد، وكذا توجه مصر لزيادة استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخضراء. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن تزايد اتجاه القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية يدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، خاصة أن القانون ربط مجالات المسؤولية المجتمعية بأهداف خطة التنمية المستدامة، ومن أهمها تحسين جودة التعليم والصحة ونمو الاقتصاد وتوفير الوظائف ومكافحة الفقر. جاءت تصريحات هيبة في كلمة ألقاها خلال النسخة 22 من المؤتمر
المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية للشركات الذي نظمته الجامعة الألمانية بالقاهرة. أما في أسواق البترول العالمية فقد ارتفعت أسعار النفط متعافية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر بفعل احتمال تأجيل مجموعة أوبك بلس زيادة الإنتاج المزمع الشهر المقبل وانخفاض المخزونات الأمريكية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب القلق المستمر إزاء الطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 73% ليصل إلى 73.23 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 81% ليسجل 69.76 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 61% لتصل إلى $2.17 للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.84% لتسجل 2.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي مع بقاء حالات التسريح منخفضة، وهو ما قد يساعد في تهدئة المخاوف من تدهور سوق العمل. وكشفت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 5000 طلب، لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 227,000 في الأسبوع الماضي. ختام وقفتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا ورجاء الاستكمال النشرة إليكم. شكرا لك ليلى عمر.